مزروبة الباشا هذا كي يضحك يعني لا ما مزروب فين شو مزيان مو معكم الحسين الباشا المغني الشعبي. قبل ما نبدا نهضر على القضيه ديالي بغيت نهضر على الشعبي والامازيغي بجوج. قبل ما نبدا نهضر على القضيه ديالي بغيت نعطي رايي في القضيه ديال نادى حسوني زار. الراي ديالي في نادى حسوني زار هو داك السيده والله العظيم قبل ما يتزوج والله العظيم كنت حاس بلي وغتلوحوا البراره ربي بغاك وربي نصرك وربي دار فيك خير حين تفرقتي مع ديك خيتي ما ترجعش ليها مازال. هذيك السيده راه ما صالحاش ليك راه ما مزياناش راه نصابه باينه فيه الطياره واش كتعرفها سماهم في وجوههم كتعرفها ولا عيك كتقول عليها من ناحيه التصرفات ديالها في اليوتيوب كيفاش كتهضر وداك الشيء ولكن هي قالت داك الشيء كله كان غير تمثيل كذابه هذيك انا حسيت بها كذابه من ناحيه التصرفات ديالها كيفاش كتهضر ورسميتو انا بنادم شوفه فاطمه الزهراء شتي بنادم كيوقف معايا راه كنقرا العقليه ديالو انا راه عطاني ربي واحد الذكاء حمدت بها ربي وشكرته بنادم كنقرا في البلاصه واخا بعض المرات كندير راسي هبيل كندير راسي ما فاهم والو ما عارف والو كنمشي على بنادم مع الطبيعه ديالو وصافي هادشي اللي كاين. وبالنسبه للقضيه ديالي كلكم الجمهور ديال شوف تي في كتعرفوني انا اللي قلت لكم اختصبوني خمسه ديال الفنانه في استوديو فون جونفي في 2014 انا اللي كنت سجلت البوم الاول ديالي مع واحد الرئيس والمجموعه ديالو عفوا في 2014 وملي سالينا التسجيل اختصبوني خمسه واليوم رفعت بهم هو هذاك اللي صيفطت لي تصويرتهم حتى هو معاهم هو هذاك كشفتي الالبومات بعينك شفتي الاغاني شفتي كل شيء شفتي المشاركه ديالي في الصهاري والمهم الخوت حتى هو معاهم شارك معاهم في الاغتراب مشارك معاهم راه هو اللي قال لي عجبتني الصوت ديالك بغيتك تغني معايا الديو ومني مشيت غنيت معاه البوم كامل كيجمعني فيه الديو وفي الاخر كانوا سكرانين ما كاينه الحشيش والشراب والمنكر شي الفنانين الامازيغيين لا وعمم اغلبيه فيهم خارجين الطريق فاسدين وحق الله العظيم وسمحوا لي الفنانه راه ما كنعممش راه انا طراب رجليكم المهم درت الشكايه عند وكيل الملك كنشكرو بزاف وقف معايا راه عطاوني اليوم واحد الرقم بلا ما تبينها بلا ما نبينو عطاوني الرقم قالوا لي البوليس ديال كازا صيفطوا الشكايه ديالي للجدارميه ديالي ححان قالوا لي ضروري ومؤكد خصك دير واحد المحامي ليوقف على القضيه ديالك على الملف دابا خاصني المحامي ضروري ومؤكد اللي يوقف معايا باش ناخذ حقي وما عنديش انا الفلوس باش ندير المحامي دابا غادي نقول لكم النمره ديال التليفون ديالي 06 68 77 99 96. هذه هي الرقم ديالي غنعاودو 06 68 77 99 96. بغيت ضروري المحامي وكنقول لهذا المحامي اللي غيوقف معايا بغيت جمعيه حقوقيه ضروري كنقول لهم هادو اللي غيوقفوا معايا الله يرحم لكم الوالدين والله يجازيكم بخير وبغيت نرد على هادوك اللي كيسبوا في الكومونتيرات ما درت معاك اللايف فاطمة الزهراء قريت لهم كومونتيرات كاينين الناس كنشكر بعدا الناس اللي تضامنوا معايا كنشكرهم بزاف لانه كاينين الناس تضامنوا معايا الناس اللي كيسبوني وكيعيروني كنقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل لانكم انتم ما فاهمين والو ما عارفين حتى حاجه وحكمتوا عليا وكتعيروني عيب وعار بحال هاد الشيء راه ما خصوش يتخبى كتقول لي ما كانش عليك تقولها هاد الشيء ما خصوش يتخبى بحال هاد الشيء الحمد لله المسطره ديالك تفعلات الحمد لله هاد الشيء خصو يتقال باش يكون للعبره ماشي للفرجه وكنقول لهادو اللي كيسبوني راه الشجره المثمره هي التي تضرب بالحجاره القافله تسير والكلاب تنبع كنشكر من طبيعه الحال الناس اللي تضامنوا معايا والناس اللي كيقول انا كنكذب في الخرجات الاعلاميه انا كنهضر بالدليل والبرهان واللي كيكذب
راه كيكذب على راسو ماشي كيكذب على الناس. راه انا راه بعقلي وذكي عارف راسي شنو كندير. الله يرحم لكم الوالدين، ما بقاش تعيروا الناس وتسبوا الناس. ما تعرفوا بنادم والديه مات وما تعرفوا باقي حيين، راه عيب وحشومه عليكم. دابا علم الله دابا شنو كتكتبوا تمايا، ولكن ما كتهمونيش وما نسوقش ليكم. واخا تضلوا تعيروا حتى تعياو. كتقرا لي كومونتير كيضرك خاطرك شويه؟ الصراحه ما نكذبش عليك، لي كومونتير يعني التعاليق، حيت عارف الشعب المغربي كيداير، والله ما كيهموني وما مسوقش ليهم نهائيا. ما كيهمونيش وما مسوقش ليهم، لانه كيعيروا اي واحد. كنشوف هاد الناس هادو مثلا كتدخل عند الناس اللي كيهضروا في الدين، يعني الفقهاء كيدخلوا عندهم كتلقى عندهم المعيار والانتقادات. فما بالك بواحد مغني دخل المجال ديال الشطيح والغناء، كيفاش بغيتي هادو ما يعيروش؟ واش كتشطح الباشا؟ انا مغني وراقص امازيغي، كانت البدايه ديالي في 2014. كيفاش راقص انت من دوك الناس اللي كي انا غنعاود لك القصه ديالي. انا كبرت في واحد القبيله في داو الزدود. هاد القبيله كاينه في النواحي ديال تارودانت، وهاد القبيله معروفه بالشطيح والغناء واحواش. وكيفاش واحد كبر في هاد القبيله ما غاديش يخرج مغني وراقص؟ وكان الحلم ديالي من صغري نكون اشهر مغني وراقص في العالم باسري. وكيفاش راقص؟ ما فهمتش راجل راقص. حيت انا دابا ملي كنغني ضروري كان ضروري كتشطح كتعيش مع الموسيقى. الحين حتى كما كيقولوا المصري اللي مغني اللي كيغني وما كيشطحش ماشي مغني متكامل. واش بحال الشعبي حتى هو؟ اه بحال الشعبي تقريبا. تقدر تورينا شي فاش كيفاش؟ واش نتوما تشطحوا بالكتاف ولا باش من طريقه كتشطح؟ انا كنشطح بالكتاف وكندير كاغلبيه انا كنستعمل الحركه ديال الهنود في الايقاع الشعبي. بحالاش؟ الحركه ديال الهنود في زمان هما اللي كنستعملوا في ايقاع الشعبي. غادي الميكرو وريني كيفاش. الحركه ديال هادوك، حيد الورقة الحوسي. دابا هادو غيقولي لي واش انت جاي تطلب المحامي ولا جاي تستخدم؟ سير اخويا سير تفضل. ازريد قامي ابريد بداني ازولينو اي منتدو اشتقير عينا دودا نزيغنا غلا نزغي دارغنا هاري السوسمو بريدنا غي باين جوفراك هاري السوسمو بريدنا غي باين جوفراك. بركه بركه سمحوا لي المشاهدين اللي سمحوا لي المشاهدين اللي كيتفرجوا، حيت الصحافه درت لهم بخاطرهم ما بغيتش نحرجهم وشطحت لهم وغنيت لهم. انا راه بغيت المحامي، الهدف ديالي في هذا اللايف هو المحامي. المحامي وقف معايا لانه هاد الناس كيشوفوا السمعه ديالي في اليوتيوب، وبغيت الناس توقف معايا. اي واحد غيدخل اليوتيوب يكتب الحسين الباشا بالعربيه غيشوف شي حاجه ماشي تلهيه يدير لي السينيال، ولا اللي كيعرف يبلغ تقديم الشكايه لاصحاب اليوتيوب يديرها. الله يرحم لكم الوالدين. انا واحد راجل الله يعمرها دار ولد 13 عام كنصوم وكنصلي. انا كنصوم وكنصلي ولد 13 عام وحق الله العظيم ربي عالم عليا الحمد لله. انا مغني وراقص امازيغي، ولكن الحمد لله ربي عالم عليا انا من اطيب خلق الله. ما كندير ما كنشهدوا بان الحسين درويش. الله يرحم لكم الوالدين. فين وصلت الدار؟ وما عمرني خرج الطريق ولا شي حاجه على الدار ديالي. كنشكر الحاج عبد الحق، هو فرحني بزاف شتيني في اللايف الاول. كنت مقلق كنت مقلق وما قدرتش نهضر، درت معكم اللايف بالزيز هذاك الاولاني. دابا راني فرحان بزاف. كنشكر الحاج عبد الحق راه شرى لي الدار، كتبوها لي اليوم في الصباح على سميتي. دابا تجي فاطمه الزهراء نولي لك الدوسي ديالي والوراق ديال النوتير. مشيت حضرت لكل شيء. مشيت لكل شيء. الامور دازت بخير وعلى خير. فين شراها لك الدار؟ شراها لي في حي الرحمه. الله يخلف عليك. امين. دابا راه فيه المعلميه كيصلحوها، ملي يكملوها جيو عندي باش تصوروها ان شاء الله. الله يخلف عليك. كنقول لك الله يرحم لكم الوالدين بزاف. وكنشكر هاد السيد هذا كاين في حي الفرح جوج في السطات، كنشكره بزاف. وبغيت نشكر واحد السيد حتى هو فكرني فيه. هاد السيد سميتو سعيد شاكي في 2010، خدام في العماله ديال السطات، كان صايب ليا الباسبور في 2010 وكان الله يعمرها دار من اطيب خلق الله. خرجتي برا المغرب؟ قال لي لا مازال ما خرجت، كنت ناوي نخرج. قال لي الا باغي تقرا، ديك الساعه كنت خارج في قطر يماني في التسعه، قال لي الا بغيتي ترجع تقرا نتكلف بالكتوبه ديالك نرجعك تقرا. قلت ليه لا ما يمكنش ليا رجع القرا وانا عندي مسؤوليه. حسين وليدي كاين
ماتوا الله يرحمهم الصراحه بجوج. دابا انت يتيم؟ اه ايوا الله. واحد جده اللي كانت كبراتني الصراحه توفات حتى هي في راس السنه ديال 2020. اه وخوتي عطيت شحال عيطتي ليا من مره هذه السيمانه هذه. اه حيت بغيت المحامي ضروري الصراحه. بغيتي شي جمعيه حقوقيه حتى هي توقف معاك؟ توقف معايا اه. بغيت جمع ايضا الجمعيه تاعك. النداء ديالي للجمعيات الحقوقيه كان نقول لهم الله يرحم لكم الوالدين، بغيتكم توقفوا معايا، راه النمره ديالي قلتها وعاود قلتها، والمحامون حتى هما بغيتهم يوقفوا معايا. الله يجازيهم بخير وشكرا جزيلا لكم. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك.